صباحكم سعيد من أسفيقود وجمعة مباركة، وأهلا بكم إلى أهم العناوين الصادرة بالصحافة الوطنية حول جهة مراكش أسفي. البداية ستكون من يومية المساء لنقرأ لكم: الدرك والشرطة يوقفان قاصرا قتلت أمها بالتبني بدم بارد، الضحية وجدت جثة هامدة بسطح منزلها. نجحت عناصر الأمن بتنسيق مع رجال الدرك الملكي بأسفي أول أمس الأربعاء في توقيف القاصر الإبن بالتبني للمرأة التي وجدت جثة هامدة بسطح منزلها بسانية زين العابدين بن علي بأسفي. وأفادت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية الولائية بأسفي بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي إلى تحديد مكان الفتاة لبنى والتي تبلغ من العمر 15 سنة، حيث تم الوصول إلى مكان تواجدها من قبل عناصر الشرطة بأسفي ليتم إيقافها بمنزل يتواجد بضواحي مدينة سبجازولا رفقة شابين، ليتم وضعها بأمر من النيابة العامة تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضها على النيابة العامة. نبقى في المساء أيضا: اعتقال مسيرين وزبناء مقاهي الشيشة بمراكش خالفوا قرارات الإغلاق. شنت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية جليز مساء أول أمسنا الأربعاء حملة مداهمات استهدفت عددا من المقاهي التي استمرت في تقديم الشيشة للزبناء ضدا عن كل التعليمات الصادرة عن السلطات بمنع هذه الخدمة في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وحسب مصادر للمساء، فإن الحملة التي نفذها قائد الملحقة الإدارية جليز إلى جانب أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة أسفرت عن حجز عشرات النرجيلات وإيقاف عدد من مسير المقاهي وبعض الزبائن ممن ضبطوا متلبسين بتعاطي الشيشة، تكتب المساء. نمر إلى يومية الأخبار لنقرأ لكم: منع الأجانب العاملين بالبواخر التجارية من مغادرة ميناء أسفي بسبب كورونا. السلطات تؤكد عدم وجود أي إصابة وإخضاع طواقم البواخر للفحوصات الطبية المعمول بها بالنقاط الحدودية. أوصت السلطات الصحية بمدينة أسفي بضرورة بقاء كل العاملين الأجانب على ظهر البواخر التجارية التي ترصب الرصيف التجاري للميناء، تماشيا مع التدابير الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا. وشددت السلطات الصحية في ميناء أسفي والتابعة لوزارة الصحة من الإجراءات الوقائية، حيث يتم فحص جميع الأشخاص العاملين على متن بواخر الملاحة البحرية كيفما كانت جنسيتهم، ولا يسمح لهم بالرسو ودخول الميناء إلا إذا توفروا على تأشيرة صحية تسلم لهم بعد إخضاعهم للفحوصات اللازمة من قبل طاقم طبي مكون من طبيب وضابط صحة وممرض وطبيب بيولوجي، تكتب الأخبار. من الأخبار أيضا نقرأ لكم: عزل قيادي ومستشار عن البيجدي في أسفي رفض الرد على ملاحظات مجلس الحسابات بعد تغيبه عن دورات المجلس وصدور تقرير أسود للمجلس يهم تدبيره لصفقات عمومية. صدق مجلس جماعة الشهداء التابع لإقليم أسفي عن مقرر جماعي خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة يقضي بإقالة الخضير فاتحي من عضوية الجماعة لغيابه عن حضور دورات المجلس طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وبعد مصادقة عمالة أسفي على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، وكان الخضير فاتحي الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية قد انتخب مستشارا جماعيا بمجلس جماعة الشهداء خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بعدما كان في الولاية الجماعية السابقة يشغل مهمة رئيس المجلس الجماعي قبل أن يغيب بشكل كلي عن حضور دورات المجلس، وكان محور تقرير أسود من قبل المجلس الجهوي للحسابات، تكتب الأخبار. من الأخبار أيضا نقرأ لكم: أوسيبي يطلق حملة تعقيم بأسفي ويتكفل بالمستشفى والجهة توزع مواد الحماية الصحية في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
أطلق المكتب الشريف للفوسفات أول أمس الأربعاء عملية مسح وتعقيم لكل مرافق ومستودعات ميناء الصيد البحري بأسفي، خاصة في النقاط التي تعرف ازدحاما واختلاطا كبيرين، للعاملين والبحارة وعمال ورش إصلاح السفن وكل مرافق سوق السمك بالجملة، في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. إلى هنا متابعي أسفي جود نصل إلى نهاية جولتنا الصحفية. فريق العمل أسامة أكفيف وزينب يحييكم ويتمنى لكم جمعة مباركة، نلتقي غدا، إلى اللقاء.